كيدز أكاديمي بالمنزه التاسع هي أحدى أبرز مؤسسات التربية والطفولة في منطقة المنازه، بل هي نقطة ضوء وأمل للأولياء يلتجئون إليها وكلهم ثقة في مستقبل أبنائهم. كيف لا، وأسرة المؤسسة تضع كل إمكانياتها على ذمة أبنائهم لتوفير كل ظروف النجاح والرعاية لهم. مرحبا ببرنامج علمني في روضة أطفال كيدز أكاديمي، اللي هي روضة أطفال ومحضنة يعني كريش بالنسبة للأطفال أقل من 3 سنوات. وبالنسبة لروضة الأطفال فيها 3 مستويات، من 3 سنوات ل4 سنوات، 4 سنوات 5 سنوات، ومن 5 سنوات ل6 سنوات. مرحبا بكم، انا سوسن بن عزيزه، تقني سامي في التبنيج والانعاش. بعت المشروع مع راجلي، بعتين مشروع كيدز اكاديمي، روضه كيدز اكاديمي. بدينا المشروع هذايا وبيان سور بدينا فيه نعتمدوا الميثود مونتيسوري في البيداغوجيا نتاعنا. ميثود مونتيسوري اللي هي اكثر حاجه تركز عليها تخلي صغير يكبر فرحان وايبانوي، وبيان سور تعلموا الانديبندونس والاوتونومي نتاعو ويكبر، وهكاكا بشويه بشويه يبني ثقه كبيره برشا في روحه. الكلاس في حد ذاتهم واسعين بالكدا، واحنا اون بريكونيز لا كاليتي مش لا كونتيتي، معناتها ماذا بينا ديما بور اسوري لا كاليتي لا كونتيتي نتحكموا فيها احنا. سانسيغ اريان باش تبدا عندك ان غران اسباس، ان اسباس كي فاست مي انكومبري برشا صغيرات زايد. مرحبا بكم، مرحبا بكم في كوجين كيدز اكاديمي. انا متغيس بسمه، راكم جيتوا على حضوركم لقيتوني طيبه مقرونه بالكعاب، السلطه، الديسير بورقدين، النوع التفاح بورقدين، ماكلتنا الكل صحيه، الجوتي نتاع الصباح ونتاع العشيه كل شيء في نعملوا لهنا فرشك، من الجو للبنان للجاتو كل شيء نعملوا لهنا حاضر باش. طرونات الكل فرحانين بماكلتي، الوليدات نتاعي ولادي الكل فرحانين. متغيس زيدنا متغيس زيدنا، يحبوا ماكله متغيس بسمه الله غالب. سيري ايش قاعد تعمل تو؟ نعم في يدي جيب تعمل هك؟ لا تصور حاجة أخرى؟ اي علمت؟ اي بعد تيش تغسل يديك؟ اي ماما فرحانة بيك؟ اي شنو قاعدة تعمل انت؟ نعم في بانتيو بانتيو؟ يفش تصور؟ نعم في يدي بقى. كيف انت تعمل هكا؟ اي اي ايه هي؟ اي ماما فرحانة؟ اي انت فرحانة؟ اي. السلام عسلامة. تو شنو الاجواء باهية مع الصغار هكا؟ اي انا عندي تو 9 سنين مع الصغيرات كتجربة، والاجواء الحقيقه عرفت انا خاطر معاهم الكل، مع الكريش مع جاردان دونفون، اجواء باهيه، صغيرات يحبوا اللعب، يحبك تكون قريب منهم، تقعد في النيفو نتاعهم، يحبوك برشا، يحبوني برشا وانا نحبهم برشا. والحقيقه وحدي عادي معاهم نهار كامل، عادي معاهم برشا جو، لازم تكون قريب منهم، صغير قريب منهم باش يحس بالاطمئنان، اهم حاجه بالامان. سيرتو با تحس بكيما ولادك؟ نحسهم كيما ولادي، نحس كيما ولادي. انا مانيش ام، ماما وليت ام معاهم، وليت ام. انت ولي؟ انا ولي خويا. ايه علاش اخترت الروضه هذه؟ والله الروضه هذه اخترتها خاطر اون فيت انا عندي ولدي هزيته قبل الروضات، ما ساعدونيش خاطر معبين، زاد لي ميتريس تحسهم هكا ماهمش لاهين بيهم برشا. دونك سمعت ديزيكوا الروضه هذيا كيدز اكاديمي،
جبت ولدي الصغير جربت به معناتها شفت لونكادرومون كيفاش يقريوا فيهم الأنشطة اللي يعملوا فيهم عجبتني حتى مرتي معناتها عجبتها على الاخر ومن بعد وليت جبت ولدي الثاني هاو جاي تو مازال كي جاي حتى الجارد نحطه هنايا فريمون يعطيهم الصحة. أنا مدام نهاء أم نيروز نفتي، نيروز بنتي في روضة كيدز أكاديمي منزا نوف. كيف جبت هالروضة هذه ما جبتهاش معناها باغ كوانسيدونس، جبتها بعد ما درت برشا 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 في برشا روضات وقعدت نشوف ونسأل. كيف جبت هالكيدز أكاديمي سيتي بور ديفيرونت ريزون. ديجا أنا بنتي دخلت كيف دخلت ما كانتش برشا تحب العبيد، كانت برية شوية. كي دخلت كيدز أكاديمي لقيتها بدات تبدل شوية شوية، بدات تحب تولي عندها صحاب. باللول ما معينيش، من بعد هزني كل نهار. الحق متاع ربي لي ميتريس اللي لهنا عندهم حاجة تخي بارتيكوليير ما شاء الله عليهم، تقولش عليهم صغارهم ماهمش صغار العبيد. ولي عندي ولدي حطيته لهنا طب خيسك عنده عامين، لوك اخترت لهنا خاطر ما شاء الله ثم لهوة وكل شيء، وانا واحد ولده مطمئن عليه، ثم اي حاجه بالتليفون يتبعوا معاك لي زكتيفيتي ما شاء الله ثم برشا دي زكتيفيتي، فهمتني؟ وانا حتى في الديفلوبمون تاعو تحس انه خير من اللي حاطيته في الدار، ثم ديفلوبمون ثم دي زكتيفيتي يعمل، فاهم؟ تحس الطفل هكا قدم في حياته تعلم وكل شيء، فهمتني؟ أنا محمد علي درويش أستاذ موسيقى، نقري في الصغيرات depuis longtemps يعني قديم برشا. بالموسيقى هذه اللي نقريو فيها الصغيرات الكونتكست نتاعها، فهمتني؟ الأغاني يعني تهذيب للصغيرات، نعلموا فيهم أغاني على الوطن، حب الوطن، أغاني على الأم، أغاني على الطبيعة، أغاني توسكي، فهمتي؟ أغاني تحس من داخل سنتيمونتال. أنا أحلام مسكيني، مربية مختصة، متخرجة من المعهد العالي تلات طفولة بقرطاج درمش، وعاملة ماجستير فنون بصرية وتربية الطفل، وعاملة دي فورماسيون في التياتر. دونك هنا جو سوي لو كوتش دو تياتر، وان بلوس عندي دوتر معناتها أنشطة، دوتر أكتيفيتي أرتيستيك مع الصغار دونس. بالنسبة للعرض اللي كنت تشوفوا فيه، هو جزء من عرض من العروض اللي باش نقدموها في الحفلة متاع آخر السنة اللي باش تكون إن شاء الله في التياتر. تقريبا كل شهر فما أهداف وفما أنشطة معينة يتعدوا بهم الصغار، ونحاولوا كما قلنا دونك أون باراليل نحاولوا نكثروا من الأنشطة الفنية اللي نقدموها للصغار، خاصة هذا مع التكوين متاع المدرسات اللي معنا، أنهم تكوينهم يعني اختصاص طفولة من معهد طفولة بكرتاج درمش، وعاملين أبار تكوينهم يعني عاملين برشا تكوين في كل ما هو أول حاجة البيداغوجي مونتيسوري اللي يتعاون بالنسبة للصغار، تخليهم يقلقوا يعني يلعبوا ويتعلموا في نفس الوقت، وخاصة عندهم زادة يعني تكوين آخر أبار معنا شكون عامل ماستير مثلا أوديو فيزويل بالنسبة للصغير، يعني نجم يخرج فيلم كامل من دو أجوز كازيت. في الحفلة متاع اختتام السنة الدراسية 2021-2022 باش نعملوها إن شاء الله في التياترو في المشتر، باش تكون حفلة ثرية برشا فيها بوكو دو فولي، دو فولي ارتستيك أكثر من اللي هما أي حاجة أخرى، على خاطر على باس في روضة في كيتس أكاديمي نعطيو برشا أهمية للجانب هذايا، للجانب الفني في كل صغير، خاطر كل صغير فنان في داخله، أما احنا دورنا نخرجوا فيه الحاجه هذيا. دونك في الحفله بقدره ربي ساسخا تري ريش، باش تكون فما مسرحيه
طويلة برشا، مسرحية غنية برشا، مسرحية تحكي على التراث، على تونس، خاطر العنوان والتام متاع المسرحية باش يكون الوطن. كيتس أكاديمي موجودة في المنزه 9، اللي يحب يستفسر على حاجة وإلا أن ديتاي وإلا أي معلومة يكلمنا على 94 087 201. ومرحبا بكم. والباج فيسبوك زادة فيها بوكو دو ديتاي، تنجموا تدخلوا تتفرجوا في دي فيديو، تشوفوا الاسباس اللي هي جاردان دونفون كيتس اكاديمي.